ما حكم رجل يصيد النمور ويبيع جلودها فيأكل من ثمنها؟ وإذا كان حرام فماذا يفعل فيما مضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد السباع والنمر من السباع، والذي يظهر أن عليه توبة من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الربا وأحل الله البيع حرم الربا، فمن جاء معصيه من ربه فانتهى فله ما سأله أمره من الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإذا تاب عما مضى نرجو أن يعفو عنه، ولا يلزمه أن يحاسب نفسه عما مضى وعما دخل إليه من هذه الأشياء، بل يعفو الله عنه إن شاء الله. وإن أرى أحب أن يخرج من ماله ما يظنه مقابل ما دخل عليه من باب الورع ومن باب الإحسان إلى الفقراء أو إلى مكان خير طيب. أما الوجوب فرض الله والله أعلم لا يلزمه شيء، لأنه فعله عن جهالة وعن قلة علم، فلما جاءه العلم انتهى وتاب الحمد لله.